مساء السعادة. النهاردة وأنا بتمشى لفت نظري للألوان اللي انتوا شايفينها دي والشكل دوت، ويا ترى الراجل ده بيعمل ايه، ويا ترى ايه ده. طبعا بحكم دراستي انا كنت عارفة ده ايه، بس ان هو يقعد في المكان دوت والألوان دي والمنتج الجميل اللي بيعمله ده، انا بصراحة كنت مبهورة بيه جدا. مجموعة الألوان اللي هو حاططها دي جذبتني جدا، شايفين حركة رجليه، شايفين بيبدل ازاي بالطريقة دي، والتوائل اللي حاططها تحت دي، شايفين الطوب دوت والحاجات دي. انا كنت محتاجة اسأل الكلام دوت كله ايه. للي مش عارف دوت ايه، ده اسمه نول يدوي، بس نول يدوي غريب شوية، مش اللي هو بيطلع الكليم العادي بتاعنا، لا ده بيطلع كوفرتات، بيكون الوش والظهر وتاها بنفس الجودة، يعني بمعنى ان الوش زي الظهر ما فيهوش عقد. المكان ده موجود في مارينا 2 وفي معرض فرشون، بيبيع نفس المنتجات. هو هنا بيعمل مفارش سرير وفوط وسجاد، كلها حاجات يدوية وحاجات في منتهى الجمال. يلا بينا نتكلم معاه ونشوف هو هيقول لنا ايه. تمام، بيطلع جميع انواع المخشات اليدويه، فوت المطبخ والتشكيل والكليم والكوفرتا باشكالها وانواعها المختلفه ومقاساتها، بيطلع الاشكال كلها بتاعت المخشات اليدويه. عندنا الكليم وفوت المطبخ والكوفرتا وكوفرتا للاشكال السنجل الصغير، ايوه، والكوفرتا الكبيره والوسط وجميع المقاسات. ايوه تمام. وده بقى اللي معاك ايه بقى، بتنقي الالوان ازاي؟ بيوري طريقه الشغل ازاي. اه تمام، عشان الناس تشوف طريقه الشغل. انت اللي بتختار الالوان دي؟ اه انا اللي بلون فيها. اه تمام، يعني الالوان دي انت اصلا ملونها ولا جايبها جاهزه؟ دي الوان دي بتبقى جايه جاهزه. اه جاهزه، اه اللي هي دي. اه انا بلون كده بنجي. اه اللي هي دي بالشكل ده. اه الله، جميله قوي. اللونيه والخيط اللي هو محطوط دوت، طبعا هو بيغير الالوان على حسب المنتج اللي هيعمله. كده الالوان شدت الخيط. مبدع، مختار الوان جميلة. بتشتري بقى منين الخيط دوت؟ ده بيبقى صاحب الشغل الاستاذ محمد الدبيشو. اه بيتعامل مع مصانع، ناس بتجيب له القطن. اه طبقا من الفوق، وهو الدور بيدي الناس بتشتغل، يعني بتعمله بالشكل ده. بتعمله كده، لكن هو بيبقى مصبوغ اصلا. حاجة اسمها السدوة. السدوة. اه. بتعملها كده، بعد ما بتعملها كده في مرحلة تانية، بتعملها بعديها في دي. اللي هو كده. اه. بعديها في دي، بعد كده في دي، وأنا بدوري المرحلة الثالثة اللي هو أشتغل كده وأطلع الكوفرتا بالشكل ده. وفي لو حضرتك عايزة تشوف الشغل في المحل هنا، منتجات أفلام اليدوية. اه. لو أنت عايزة تشوف الشغل هنا. اه. وشوفي طالعة من هنا. ماشي. وهو بيدي نفس الغرزة دي، بس ما بيديش مثلا، يعني دي واحد على واحد صح؟ اه. دي بتدي الملايه وش وضهر زي بعض، بتديها كلها ساده، ما فيهاش اي بروز ولا غاط. اما في انواع تاني من الشغل على نفس النول برضه ونفس الطريقه، بيدي رسومات واشكال معينه، وبيدي الدبل فيس، وبيدي كل حاجه. لكن قصدي مش بيدي بس غرز بارزه، في في المحل غرز مدفره، مش على النول دوت. ده اسمه نول ايه بقى؟ ده اسمه نول يدوي. لا له اسم تاني. ده اسمه نول. ايوه نول يدوي، بس ايه حاجه تانيه، له حاجه تانيه. نسيت.
والخيط ده، والخيط ده اللي واخد اللحمه صح؟ السده ده اسمه نير. نير؟ اه ده اللي معديه فيه الفتل دي. اه اللي هي اللي بتقول دي. أوه. اما ده اللي اسمه اللحمه. ده اللحمه؟ اه اللحمه ده. ده لو كل سطر وسطر بتعمل سطر انت من دوت. اه. اللي هو بشكل منه زي ما انا عايز من خلال المخطوط. اللي هو ده. الطريقه دي. اه. ويطلع معايا الشكل اللي انا عايزه. تحفه رائعه. جميل ده النور اليدوي. شكله كله اسمك ايه؟ احمد. مبدع يا احمد، مبدع. اللي بتعدي بقى اسمها ايه؟ بتحط فيها الخيط دي اللي هي الخشب ده. اه مكوك. مكوك؟ اه. وانت اللي بتشد الخيط كده الشده دي صح؟ ده بيجي بالدور بقى لما بيعدوا هنا بيبقوا مربوطين في بعض. اه. تمام؟ اه. بيبقوا مع دي الحديدة دي اللي هي المشط. اه. تمام؟ مع دي مع ده مع اللي هي الكور دي بيبقوا ملفوفين مع بعض. وانا بعد كده اروح اقسمهم بالشكل ده كده قد بعض. اه. تمام؟ واجيب اللي هي الاكياس اللي فيها الرملة دي بحيث هي تشد لي الخيط. اه كنت هقول لك الاكياس دي دي فيها رملة، الاكياس اللي هناك اللي هي الحمراء وال دي فيها رمله بتتقل الخيط عشان اقدر اشتغل. تمام؟ يتشدوا. انا بعد كده اشيل الحديده دي. ايوه. واركب فيها البقر واعدي الخيط ده من الناحيه الثانيه. اه. وكده ابقى اشتغل في الناس. الحديده اللي هي دي. اه السيب الصغير. اه انت تشيله وتعمله الحدلات النازله الالوان دي. ايوه. والقرب دي كلها جايه تقل عشان تقل ال واول ما توصل فوق انزلها ثاني. اه. جميل. المفروض اعمل كده دلوقتي. تسلم ايديك. جميل تحفة. كده المنتجات كده اللي اتعملت على النون مستخدمه في ايه دي؟ ملايات دي ولا ايه دي؟ كوبرتات. الشكل بتاعها النسيج بتاعها كله يدوي. ودي بتبقى سعرها بقى مختلف عن اللي دي. جميله قوي الوانها خطيره دي. بيختار سعرها حسب الحجم. اه دي حلوه قوي دي. شكلها جميلة. ودي برضو زيهم ولا دي حاجة تانية؟ برضو بس مش عامل لها شراشيب زي دي. دي الألوان جميلة قوي. ودول برضو. ها طب الأسعار بتبقى ايه تقريبا الرينج يعني؟ من 450 ده الخيط بتاعه ايه؟ كتان؟ بص يا عم اشتغلش غير في القطن والكتان والصوف بس كده. انت عارف الحرير بس الحرير واقف دلوقتي. اه دي برضه لونها جميل قوي. الاورنج دي لونها لطيف قوي عجبتني خالص. بصوا الالوان قد ايه جميله. شايفينها
شايفين الشغل اليدوي ده حاجة يعني مبهرة، لكن مش بتعمل عليها الكليم دوت. الكليم ده مش بتعمل عليها، لكن هو بتعمل المنسوجات دي بس. بس ده برضو اصلا له مكان صح؟ جميل، مختارين الوان حلوة خالص.